كل سيت ان راسومبلمون التياترو مدام زين فرحات قالت لنا يا سيت اسباس كي كي توجور سي نسوتنو لا ليبرتي ديكسبرسيون كل شيء كي لا بور ريسيفوار او دير كان لي جون كي فول لو سوتني بور اون ريونيون دانفورماسيون اي كومبري زاد الناس هذوما مي زاد بور فيكسي ان بلان داكسيون بور لا فاير. الحقيقة فما في ملف الكانز وضعية غريبة والأغرب منها أنه معناها الحد إيه معناها وسيلة عليه ما ريتش اهتمام بالنقطة هذية اللي مش نقول لكم عليها واللي هي إذا كان مش في نفس أهمية حرية التعبير وحرية الإبداع الفني ربما أخطر. في المنظومة القانونية الجزائية التونسية اليوم ما فماش نص قانوني يعاقب على الأفعال اللي نسبة للتعز. فما فيت جوريديك والفيت جوريديك هذي يحيلنا على مبدأ مهم جدا في المنظومة الجزائية الكل واللي أصلا المنظومة الجزائية تقوم على المبدأ هي أنه لا يمكن محاكمة شخص إلا بموجب نص قانوني سابق الوضع تتحدد فيه الجريمة وتتحدد العقوبة المستوى شبه الجريمة هذه. نحب نبسط باش معناها اللي ما يبداش عنده خلفية قانونية يفهم. مش ممكن قاضي يجي يستنبط نص أو يطور نص قانوني باش يحاكم أفعال اللي ربما تكون مدانة أخلاقيا ولكن قانونيا اليوم في تونس ما فماش نص يعاقب على اللي عنده الارتكاز ليس هناك نص. اللي فاجأني في الزيارة الأولى قمت بها قال لي أ 3 ريبريز اسكو الغازي باش مازال تقف معايا لو لا ثامر والكوميتي سوتيان معايا سما ايتوني أنا ما نتفاهم معناتها بخيرني نحب نقول له نهار نسكن معاه. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas relativiser ni être dans des approximations par rapport à notre soutien, ni débattre du point, de la virgule et d'un mot de par-ci et un mot par-là, tant que c'est marqué, bel habs fi ami, il y a un délit d'émer à la anna lyoum, la femme a qadar mustaqil, ذكر بحاجة أنه بعض المرافعات بتاع المحامين في القضية اللي دامت أكثر من ساعة وكي أرمي أن كيستيون كل شيء من شكل والمظمون لفن إلى فرم من الفيس دو بروسيدور اللي ساقوا لزاريستاسيون للمبادئ القانونية اللي كان يحكي عليها الأستاذ كوثير. دونك اليوم الحقيقة nous avons besoin de ce soutien. Je rappelle que pendant les 4 mois اللي تعدوا حتى قبل هاد الخميس هذايا on s'est vraiment senti seul. عندنا برشا نهضروا على الحكايه هذه. Je remercie par ailleurs Sami Ben Saïd ou نقلت المهنه الموسيقيه اللي كانوا معنا dès le début. Je remercie l'association Alt Solution. Je remercie également la fondation Masna. Les هذوما les structures à part les personnes physiques et autres activistes et militants indépendants اللي وقفوا معنا في الحكايه هذه. Vous répliquez, Lyoum, bien sûr, votre soutien nous donne beaucoup de réconfort et surtout de courage pour continuer. Like, moi, j'ai envie de dire une chose très très simple. Quand mes jours et salons, ils parlent de la liberté de parole fi khatar ou le fanani fi khatar, je réponds toujours par la même chose. Je dis que Tunis fi khatar. Alors, si on commence par taper sur les artistes, ça c'est connu. Ma'anata ma'rouf. ما فهمتش علاش قاعدين يقولوا اليوم والتركان زغب انا فريمون جو مانيش في المنطقه هذه سي جو سوي لا اجوردي سي با باسكو خايف على روحي غدوة انا لا سي لي كيما والتركان خاطر يحتمل نعمل نكتب في تكست نقول ماذا بيا نذبح بوليس من الوريد للوريد معناتها كانت راسيل زينب تجيب لي القف الحبس نسي لو بروبليم ني با لا موا جو بونس كو لو بروبليم ني با لا. Le problème, c'est que c'est tout un projet qui est orchestré pour museler la voix libre, qu'elle soit à travers un artiste, qu'elle soit à travers un journaliste, qu'elle soit à travers un blogueur. Donc moi, je n'arrête pas de dire, d'appeler, que le danger, c'est pour la Tunisie.
سي بوغ لا ليبرتي دو لا تونيزي. كلمة سهلة برشا، تعرفها في أي بلاصة واحد يسكن فيها جينيرالمون في أي حومة تلقاك اللي ممنوع وضع الفضلات ولا لا تربح ودير حتى الزبل، هي أكثر بلاصة فيها الزبلة. دونك أنت قلت الحكاية هذيك الزبلة تو باش تلقاها مطيشة يا عصافير يا بهيم يا بقر يا ريت حيوانات الغابة من الفار هذاك شي حليت بلي على روحك يعبروا عليها باللغة معناها القبيحة جبتها ويجبك ولا لا يفكوك شو نقولك معناها انا نحب نقول العبيد الكل بما فيهم الفنانين ومن عندنا المواطنين الكل ما لازمناش نسكتوا معناتها اون لا بور سوتينير رود الكانس وي سي فري اما زيد بور ديفوندر حريه التعبير وحريه الابداع دونك سورتو با نسكتوا خاطر هذايا معناتها اون ديغي اون كومباني دو تيرور يخوفوا فينا باش اللي مازال يعمل كيما ود الكانس راهو بشكل على مرمته دونك فوالا soyons tous unis pour soutenir ود الكانس. بالنسبه لقضيه ود الكانس قد فهموا من الاخر اللي هي قضيه معناها تعالوا ما يلزمناش نسبوها معناها فو با غولاتيفيزي القضيه هذه معناها الموقف تاعنا واضح ود الكانس يلزم يخرج من الحبس وما يلزمش من هنا من الان فصاعدا نحكيو مره اخرى على محاكمه تصير على من اجل عمل فني. اللي صار الولد الكانز مساج واضح. اللي صار الولد الكانز ياكد مره اخرى على كونه يحب الفنان مضحك البي يحفل القعدات والسهريات. ولكن الفنان ما عمره ما كان هكاك يحبوه ملجم مهمش تعيس خواف ما يتكلمش وما ينطقش. ولد الكنز اختار تعبيرة الشعب تكلم لغة الشعب. شكون فينا ما يقولهاش البوليسية كلام؟ شكون فينا ما عندوش نقمة ما عندوش حتى وكان ما عاشش هو شخصيا مشكلة أما قاعد يشوف نشوفه في الممارسات بتاع البوليس اليوم. ولد الكنز حكى على تجربته الشخصية في الحبس وقت اللي تشد عام اليوم أنا نتوجه بمساج واضح على الفنانين التوانسة يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية لأنه اللي صار الولد الكنز اليوم ما هو حلقة من حلقات مسلسل كامل وكبير. ضربوا الفنانين وقع تكفيرهم اتهامهم بالفساد تحقيرهم تهميشهم ضربوا ووصلت محاولات للقتل. أما اليوم ومع دستور ملغم الألغام اللي نعرفوها الكل إما باسم المسم المقدسات أو باسم في إطار ما يكفله القانون أنا نقولهم يا فنانين ويا توانسة عيتوا وصيحوا وخرجوا غلكم الكل. الثورة هذه راهي ثورتنا احنا وعيب علينا كان نخونوها. الحكم القاسي اللي تسلط على ولد الكانس هذايا ولو انا الحقيقة نقول راني بكل صراحة لان الاغنية ما عجبتنيش حتى طرف وما نعتبرهاش حاجة عندها قيمة فنية كبيرة ولكن نفهم وانه شاب تونسي اللي ممكن هو تعرض للقمع منذ سنين اللي شعب كامل 50 سنه والعباد متعرضه للقمع نتاع البوليسيه ما تنجمش تفسخ هذيا من الذاكره نتاعهم اليوم الغدوه هي ثقافه عامه كامله باش نخلطوا اليوم للحاجه اللي برشا ناس يحلموا بها اللي هو الامن الجمهوري واللي الامن يولي في خدمه المواطن مش في خدمه قمع المواطن هذا يحب له عمل كبير وجب بالنسبه لي نعتبر لي حريه التعبير مهدده ومن قبل لافير تاع ولد الكانز ديجا اليوم نحس اللي خاصه لي رابور هما راس الحربه في هالمسار الثوري هذا خاطر هما من اكثر الفئات اللي تقول في الحقيقه كي من هي كرو وهو هذا شيء مهم معناها لازم برشا طرق تقال بهم الحقيقه فما السياسيين بطرق دبلوماسيه وكذا وفما الفنانين اللي حبوا يقولوها بطريقتهم هم دونك المساله خطيرة حسب رايي انها توصل للحبس. سير ياسر بالنسبه لي انا قلت عديد 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 المرات معناها انا ما نتفقش معاك في الفاسون اللي حكي بها وانا ما كنتش نحكي هكاك اما جو سوي راديكالمون كونتر انه يشد حبس على خاطر وقال كلام معناها كهول اكثر الاقل فم برشا ديكا اخرين صاروا فيهم تجاوزات وراب معناها كسوا رابوريت كسوا ديزارتيست اخرين اتهموهم بكلام يحرض عليه كذا 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 بعديك توفى الحكايه يا اشغال معناها مصلحه عامه ترافو دانتيري بيبليك والا سورسي ولا خطية اما العامين حبس هذايا ما عمرها ما صارت ساعة خلينا نكون متفقين حرية التعبير في تونس في الأساس هي حرية المغتصبة أن تقول أي وقت اللي يغتصبوا فيها توا بارامون حتى كي قاعد اغتصابك ما عندكش حق تقول أي كي تضرب ما عندكش حق تقول أي
تظلم ما عندكش حق تقول اي. هذا المرحله اللي وصلنا لها توا. لوك نحن طالبين نعيشوا في بلاد ملكنا رزقنا، مش بلاد العباد اللي تخدم معنا تحكم فينا. هذاك موظف عمومي امني ولا قاضي ولا غيره، هذاك راهو يخدم في المواطن اللي هو اساس الوطن مش العكس. سلام.